السلام عليكم. هسه راح نبلش شرح الجزء الثاني من شابتر 19. الجزء الأول هو كان عبارة عن كيف تحسب السنترويد والمومنت اوف انيرشيا للمستطيل، يعني لأي مربع أو مستطيل، وكان طلب بشكل تفصيلي. بنعمل مراجعة سريعة لهم. لو أنا كان عندي مستطيل زي هيك وحكالي احسب السنترويد إله، دائما المستطيل السنترويد إله بالمنتصف، يعني هاي بالمنتصف، او نيجي هيك اوضح شوي، هيك بالمنتصف، فهاي بتكون اتش على 2 وهاي بتكون اتش على 2، تمام. وهذا السنترويد له بالنسبة للواي، يعني الواي بار له، لو فرضنا هاي هي الارض، هاي هي نقطة الاصل، يعني هيك، تمام. فهاي المسافة من هون لهون هي ايش؟ واي بار. واي بار يعني المسافة العمودية لفوق. بالنسبة للواي اكس الى الاكس بار تكون هي، لو انا بتكون هي هون، تمام، تكون هي هون، يعني هاي النقطة هي سي، السي هي السنترويد، احداثياتها بتكون اكس بار واي بار. فهاي ايش؟ اكس بار. بس المسافة اكس بار من وين يعني؟ اكيد بتكون، لو انا عندي هسه هاي بتكون بي على 2 وهاي بي على 2. طيب هسه البي، يعني اذا هي كاملة بي، فهي بي على 2 هاي بي على 2. طيب هسه السنترويد لو كان، لو فرضنا انه، شوفوا هسه كيف تصير شوي زين، خلي شيء، لو فرضنا انه محور واي هو هون، تمام، فبتكون اكس بار، بتكون اكس بار هي زيرو. ليش اكس بار زيرو؟ لانه ما في مسافه عن، يعني هذا محور واي، تمام، هذا محور واي، ما في مسافه بين السنترويد ومحور واي، لانه هي الاكس بار هي المسافه الافقيه. ولكن يعني هاي ننتبه عليها، انه شو الاكس بار وشو الواي بار؟ الاكس بار هي موقع السنترويد بالنسبه لمحور واي. طيب بالنسبه لمحور واي، طيب بلاحظ انه محور واي جاي على السنترويد، فمعناته اكس بار زيرو. واي بار هي بالنسبه لمحور اكس. طيب لو مسحنا هذا وجينا حكينا انه لو فرضنا محور اكس هو هون، يعني خلينا انه المستطيل جاي وين؟ المستطيل جاي على محور اكس واي، يعني هاي هي نقطة الاصل، هاي هي نقطة الاصل. فبلاحظ انه اكس بار راح تكون هاي هي الاكس بار، طبعا الواي بار نفسه لانه محور اكس بعده زي ما هو، هون محور واي، فهون بتكون هي اكس بار واي بار. هاي موقع سي، يعني السي احنا بنعتبره كموقع بالنسبة لمحور اكس واي، هم بيكونوا مخطوطين بالرسمة او احنا بنفرضهم. طيب بالنسبة للاكس نفس الاشي، لو كان الاكس هون فبتكون واي بار زيرو. طيب هذا بالنسبة للمستطيل. بالنسبة للمثلث بشكل سريع، لو كان عندي مثلث زي هيك، بيكون السنترويد له، بيكون السنترويد له موقع مثلا على هاي المسافة، بيكون على مسافة بي على 3 مسافة اتش على 3، تمام، اتش على 3 من وين؟ من السنترويد، من الزاوية القائمة، تمام. يعني لو كانت القائمة هون بناخذ اتش على 3 من هون وبي على 3 من هون. طيب المومنت اوف انيرشيا للمستطيل، دائما احنا حكينا المومنت اوف انيرشيا تساوي لو كان مستطيل بي اتش تكعيب 12 زائد A D تربيع، تمام. طيب شو ال A شو ال D شو الهاي؟ بكل بساطة لو كان عندي مستطيل زي هيك، هاي النقطة C، فهاي هي ال Y bar، تمام، فهاي هي كاملة H وهاي B. فالمومنت اوف انيرشيا بي H تكعيب 12، وال A اللي هي B في H اللي هي الأريا للشكل. الدي شو الدي؟ اللي هي المسافة بين سنتر القطعة وسنتر الشكل كامل. بلاحظ انه السنت، او لا، المسافة بين المحور اللي بدي احسب المومنت اوف انيرشيا. طيب انا وين بدي احسب المومنت اوف انيرشيا؟ والله انا بدي احسب المومنت اوف انيرشيا هون، تمام. لو انا بدي احسب المومنت اوف انيرشيا هون، يعني هو قال لي حول سنترويد الاكسس، بقول له الدي تساوي زيرو. ليش؟ انه الدي هي عبارة عن سنتر الشكل والمحور اللي بدي احسب عليه، فانا اذا بدي احسب حول السنتر فبدي زيرو، لانه هو السنتر موجود على سنتر الشكل. طيب لو حكى لي احسب حول اكس اللي هون، بقول له والله الدي هي عباره عن واي بار، واي بار تربيع، تمام. ف
طيب لو انا بدي احسب هاي ايش بسموها، هاي بسموها هاي اكس، يعني انه المومنت بلف حول اكس، يعني هيك المومنت، المومنت هيك شكله. طيب لو المومنت بلف حول واي، يعني كان عندي محور واي هيك بلف حول واي، انا راح اكعب البي وبنفس الوقت باخذ المسافه، المسافه بين الشيء اللي بده، يعني بدي احسب هون فبحسب باخذ هاي المسافه، اذا بدي احسب هون بتكون الدي 0. بتمنى تكون وصلت. الدي هي المسافه بين سنتر الشكل والمحور اللي بدي احسب عليه. طيب احنا هيك بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمستطيل، بالنسبه للمستطيل. طيب مومنت انرشيا للمثلث، مومنت انرشيا للمثلث بي اتش تقريب على 36 مش على 12، وبنفس الطريقه اي دي تربيع، الدي بتكون مسافه بين سنتر الشكل وسنتر الشكل كامل. طيب هسه نيجي احنا للكتاب بالنسبه للدوائر، بالنسبه للدوائر، لانه انا هدفي من هذا الفيديو انه كيف احسب للدائره والمثلث. طيب هسه لو كان انا عندي دائره، لو كان عندي انا دائره، دائره بتيجي زي هيك، نصف قطرها، نصف قطرها r، يعني لو جينا زي هيك هاي r. راح احكي لك شو الاريا الها. الاريا شو اسمه باي ار تربيع، باي ار تربيع الاريا الها باي ار تربيع، اللي هي نص نون قاف، هيها الاريا باي ار تربيع. تمام. طيب راح اقول لك شو السنتر الها، وين السنتر الها. بكل بساطة لو أنا حسب السنتر وين موقعها، سنترها بالنص اللي هو نفسه مركز الدائرة، هاي هي السي، هاي هي السي السنتر. هسا فهاي بتكون هي المسافة أكيد من الأرض، من الأرض، من الأرض بتكون هي هاي هي واي بار، وبالنسبة لهاي بتكون هي إكس بار. هايها هون السنتر بالنص، فلو كان عندي محور X و Y زي هيك فالسنتر هو زيرو. يعني أنا دائما بدي أستنتج إنه لما بدي أحسب لدائرة إنه دائما السنتر تبعها بتروح على سنتر الدائرة مكان ما هو نصف القطر ممتد. طيب هاي الدائرة، طب شو المومنت أوف إنيرشيا إلها؟ المومنت أوف إنيرشيا إلها احفظه، الـ IX رح يكون نفس الـ IY، يعني سواء أخذت أنا المومنت أوف إنيرشيا حول X أو حول Y رح يكون نفس الإشي، هو عبارة عن باي على 4 في R قوة 4. طبعا بدي أعطيكم ملاحظة أنه دائما المومنت أوف إنيرشيا وحدته طول قوة 4، يعني L قوة 4، مليمتر قوة 4، إنش قوة 4 وهيك. تمام، يعني دائما قوته قوة، فعشان هيك هون ما عندي غير R فهو R قوة 4. لما كان مستطيل B و H كنا نكعب واحدة منهم عشان B في H تقريب، يعني متر قوة 4 وهيك. طيب نكمل. هاي هي المومنت اوف انيرشيا الها، فطبعا زائد اي دي تربيع. لو كان انا طالب مني حول حول هون فاكيد بدها تكون بدي ازيد عليها المسافه هاي. تمام، يعني حسب وين بده المومنت اوف انيرشيا، بده حول السنترويدال اكسس ولا حول المحور هذا ولا حول المحور هذا، انا بدي اعرف شو الدي. الدي هي المسافه بين سنتر الشكل، يعني سنتر الدائره، وسنتر او المحور اللي بدي احسب عليه. طيب هسه هاي اذا هي دائره، طيب انا لو جيت قلت لك انا يا عبد الرحمن بدي هاي الرسمه، انا بدي تكون الدائره زي هيك، بدي تكون نصف دائره، خلينا ارسم انا نصف دائره. تمام وجيت قلت لك هيك، لو قلت لك انا نصف دائره وقلت لك انه هاي هي المسافه r، فهسه ايش بقول لك؟ شو المساحه، شو المساحة؟ حقول لك راح تحكي لي المساحة هي عبارة عن مساحة نصف دائرة، بس المساحة كانت باي ار تربيع، فنصف دائرة يعني نصف الدائرة يعني باي ار اثنين، المساحة باي ار اثنين ار تربيع. طيب شو بالنسبة للسنترويد، وين موقع السنتر؟ السنتر بالنص؟ بقول لك لا، السنتر بطل بالنص، السنتر صار بتمشي من مركز الدائرة، تمشي من مركز الدائرة تطلع. هسه هون السنتر، تمام هون السنتر، هاي هي الواي بار، تمام، وهاي هي السي. راح اقول لك السي، الواي بار هون، الواي بار دائما دائما المسافه بين سنتر الدائره، سنتر الدائره مش سنترويد، مركز الدائره، وجهه التقعر اللي هو كيف جهه التقعر هون
أو جهة القبة يعني هاي قبة تمام لوين؟ لفوق صح؟ فبقول لك المسافة دائما هاي اللي هي مسافة السنترويد بتكون 4R على 3 باي تمام؟ يعني أنا السنترويد النصف دائرة بيكون على مسافة 4R على 3 باي من المركز. طيب إيش الإكس بار؟ لو فرضنا أنه محور إكس هون، لو فرضنا محور إكس هون تمام، لو فرضنا محور إكس هون رح تقول لي أنه السنترويد، السنترويد اللي هو هاي المسافة هي عبارة عن R، نصف القطر، نصف القطر تمام. بس بالنسبة للي فوق لجهة التقعر بتكون عبارة عن 4R على 3 باي، هاي انتبهوا عليها رجاء رجاء 4R على 3 باي انتبهوا عليها. يعني بكل بساطة لو قلت لك أنا عندي دائرة زي هيك، قلت لك عندي دائرة زي هيك وهاي زي هيك، اعتبر هاي دائرة، قلت لك إنه هذا السنتر هون تبعها وهاي هي المسافة R نصف القطر تمام. راح أقول لك شو المساحة، نفس الشيء باي على 2 ار تربيع. طيب الانيرشيا، الانيرشيا قبل شوي ما حكيته هسه بنحكي. طيب شو بالنسبة للسنترويد؟ السنترويد بيكون هاي المسافة، هاي المسافة اللي هي اكس بار صار اسمها، هي عبارة عن 4 ار على 3 باي، والمسافة اللي على الواي اللي هي الواي بار لو فرضنا انه محور اكس هون، هاي المسافة بتكون ار تمام. بتمنى انها وصلت. المسافة بين المركز وجهة التقعر او جهة الدائرة يعني تكون 4R على 3 باي تمام تمام. هسا الانيرشيا للدائرة كانت عبارة عن باي على 4 في R قوة 4. طيب الانيرشيا لنصف الدائرة كم بدها تكون؟ اقسمها على 2 باي على 8 في R قوة 4. طيب بالنسبة لربع الدائرة، لو قال لي ربع دائرة بقول لك انه الانيرشيا باي على 16 اللي هي اقسم معي على 2 برضه في ار قوه 4، والمساحه باي على 4 ار تربيع. هاي ايش الاريا؟ هاي لمين؟ للربع دائره، ربع دائره، ربع ربع تمام. هاي هون مكتوب هون الربع دائره السنترويد الها بيكون على الجهتين 4 ار على 3 باي، المساحه هيك، الانيرشيا هيك، نصف الدائره بس بتكون هاي المسافه 4 ار على 3 باي والاريا كذا، والدائرة كاملة هيك. والمثلث زي ما حكينا شو مكان المثلث بيكون بي اتش تقريبا 36. طيب خلينا نشوف أمثلة على السريع. هيك احنا طبعا تقريبا خلصنا التشابتر، بس نحل الأمثلة مع بعض. أول شيء على السنترويد، سنترويد لو عندي هذا الشكل على السريع، حكى لي أوجد السنترويد لهذا الشكل. أنا لما أشوف أشكال زي هيك شوف، هو حدد لي المحاور، حدد لي محور إكس، محور واي ومحور اكس تمام، حدد لي اياهم. هسه انا بدي اوجد السنترويد، موقع السنترويد يعني احداثيات السنترويد، وين موقع السنترويد بالنسبه للاكس هذا والواي هذا. طيب اول شيء دائما لما اشوف شيء زي هيك بدي اقسم الشكل لثلاث اشكال تمام. راح اقسم الشكل لاشكال منتظمه. انا شو اللي عندي الاشكال اللي بعرفها؟ بعرف السنترويد لها. والله انت راح تحكي لي انت بتعرف للمستطيل، وبتعرف للمثلث، وبتعرف للدائره، وبتعرف للنصف دائره، وبتعرف للربع دائره. عشان هيك انا دائما لما اعمل الاشكال لازم اعمل الاشكال بحيث انه يكون ايش، انه يكون كلهم من الاشكال هاي، انه كلها تكون ربع دائره، نصف دائره، وهكذا. طيب هسه بنيجي هذا الشكل، شو أفضل شيء إني أقسمه؟ راح تقولي بكل بساطة قسم مثلث مثلاً، مستطيل ومستطيل، أو احكي لي إنه مثلث ومستطيل كبير شيل منه مستطيل صغير، أو احكي لي مستطيل زي هيك واثنين ثلاث، بعمل اللي بريحني، اللي بشوفه أسهل شيء بعمله. طيب أنا مش عارف كيف الكتاب حله هون، أنا بدي حله على طريقة معينة إني أقسم الشكل زي هيك تمام، ما حدا شيله عندي، بعمل اللي بدي أكله بطلع نفس الجواب. طيب هسه هون الكتاب شوف شو عامل، عامل جداول. الجداول طريقة كويسة مش غلط، بس أنا بتعلمكم طريقة مش جداول. بس أنا دائما بحب ما يكون في عندي سالب، متى بحط السالب؟ يعني لما أشوف عندي دائرة، يعني أنا ما بحب إني أعمل مربع كبير وأنقص منه صغير زي ما الكتاب عامل. أنا من النوع اللي ما بحب إني أحط سوالب إلا إذا كان عندي دائرة هيك غصب عني، يعني بدي أعمل دائرة. طيب كيف بدي أحسب له السنترويد؟ بدي أحسب له السنترويد، شو بعمل أنا؟ بمسك المثلث، بمسك أول إشي أنا شو قسمت؟ قلت لكم بدي أقسمه زي هيك، شكل شكلين ثلاث.
انا ما بحب برضو ارقمهم خلص. ايش بدي انا مثلا؟ بدي واي بار، بدي واي بار، بدي واي بار. واي بار، واي بار يعني المسافه من المحور اكس للسنترويد. بفرض ان السنترويد مثلا هون، فرض لا فرضا هون تفرضه، تمام؟ فهذا هو السي، فبدي افرض انه هاي المسافه هي الواي بار، بدي افرض هاي المسافه انه المسافه من هون لهون هي اكس بار، تمام؟ فانا بدي اوجدهم. ممكن تكون هاي هون، يعني اذا طلع معي اكس بار موجب معناته الاكس بار هون، طلع معي اكس بار سالب يعني الاكس بار هون، تمام؟ فانا ما بدي للاكس بار، انا خلينا نتعود على الواي بار. بدي افرض انه الواي بار هو هون، طبعا هون مش هون رح يطلع هو، بس على فرض. فانا شو طريقتي بتحكي لي؟ طبعا شرحتها بالبارت 1 بس احنا يعني بدنا نتعلم كل شيء. طريقتي بتحكي لي الاشكال اللي قسمتها. طيب عندي مثلث، شو بعمل انا؟ بحكي مساحه المثلث هي عباره عن نص، القاعده بارتفاع عباره عن نص في 3 في كم؟ في 1 و2 كم؟ 3. في عدد، في عدد، شو العدد هو؟ هو العدد اللي هو عبارة عن السنترويد. السنترويد وين هذا؟ بحسب واي بار، يعني بحسب كل شيء عمودي. فسنترويد المثلث هذا وين؟ هاي زاوية قائمة، فبيكون أبشع ثلاث. كم ارتفاعه؟ ثلاث. فثلاث على ثلاث كم؟ واحد. زائد الشكل الثاني عندي مستطيل عبارة عن اثنين باثنين مساحته. طيب كم السنترويد له؟ السنترويد له عن الأرض واحد. طيب في عندي شكل ثالث عبارة عن مستطيل صغير، كم مساحته؟ واحد بواحد. طيب كم السنترويد له؟ نص. هاي نص تكتبه هون، تمام؟ طيب ليش نص؟ أنا بحسب من الأرض، هاي هيك نص، خلاص ترى نص. هسا بنرجع حالة ثانية، شو بحط تحت المساحة؟ نص في ثلاث في ثلاث، زائد اثنين في اثنين أربعة، زائد واحد. كم بيطلع؟ خلاص خلينا نحسب عليه حاسبة. ثواني بس. راح يكون عندي نص ضرب ثلاث ضرب ثلاث، زائد أربعة، زائد نص على أربعة ونص، زائد أربعة زائد واحد. بيطلع عندي، بيطلع عندي زي الكتاب ولا لا؟ خلينا نشوف. شوف ما طلع نفسه. دقيقة نشوف شو خلل. ما طلع نفسه. ممكن أنا غلطان، ممكن الكتاب غلطان. طول الكتاب ما بغلط، خلينا نشوف شو بغلط. نص ضرب ثلاث ضرب ثلاث، اثنين ضرب اثنين ضرب واحد، زائد واحد ضرب واحد ضرب نص على نص ضرب ثلاث ضرب ثلاث، زائد ضرب اثنين زائد ضرب واحد. طيب ما طلع معي نفس الجواب بالنسبة لـ y bar. طلع معي y bar أنا 0.94، هو طلع معاه 1.22، طلع معاه 1.22. طيب شو السبب؟ هو قسم ثلاث أقسام، بس أنا اللي قسمته تقسيمتي كانت صحيحة، تقسيمتي كانت صحيحة، بس مش عارف شو السبب. يعني أنا ما قسمت زي هيك، قسمت زي هيك، أيوة واحد بواحد سنترها نص، واثنين في اثنين، اثنين في ثلاث، هذا مستطيل ارتفاع اثنين في ثلاث. شفتوا غلطي؟ غلطي كان صحيح، غلطي هاي، هذا اثنين في ثلاث، دقيقة، هذا اثنين في ثلاث، فسنتر واحد ونص، سنتر واحد ونص، فهاي اثنين في ثلاث ستة. هاي شوف كيف راح يطلع نفس الجواب. هيو طلع معي 1.22. غلطي انه انا شايف المستطيل، المستطيل هيك قسمته، فالمستطيل هذا ابعاده 2 في 3، والمستطيل هذا ابعاده 1 ب 1، تمام؟ طيب هي تقسيمه واحده، تقسيمه الكتاب خلينا نشوفها. الكتاب قسم مثلث ومستطيل كبير ومستطيل صغير. طيب شو عمل؟ عمل جداول، انا ما بحب الجداول. خلينا نشوف لكم شو عمل. اللي عمله، خلينا نشوف لكم شو عمل حسب طريقتي، حسب طريقتي شو عمل؟ نفس الشيء بسطع مقام، هيك طريقتي بتقول. بدي اخذ البسط، هو اخذ مثلث، المثلث نفس الشيء نص في ثلاث في ثلاث في واحد، واحد اللي هي ادفع ثلاث، فتكون زائد المثلث المستطيل الكبير كم ابعاده؟ ثلاث ثلاث،
3 ب3 وكم سنتره؟ 1.5. بعدين ناقص مثلث صغير، المثلث الصغير اللي هو هذا، هذا المثلث المستطيل الصغير قصدي، هذا المستطيل تمام. قديش ابعاده؟ ابعاده 1 ضرب 2، 1 ضرب 2. طب كم سنتره؟ راح تقولي والله سنتره 1. 1 من وين؟ 1 من هون، يعني هاي المسافه 1 تمام. بس انا لما اخذ باخذ هاي الشغله اللي كنت اشرحها، انه باخذ عن الواي بار، انا كيف فرضت الواي بار؟ فرضت الواي بار هيك صح؟ فانا المسافه اللي باخذها للسناتر باخذها من الارض، معناته انا راح اخذ 1 زائد 1، هاي المسافه اللي راح اخذها على سنتر المفرغ راح تكون 2، والمقام نفس الاشي 4.5 زائد 9 ناقص 2 تمام، بطلع سنتر نفس الاشي. بالنسبه للاكس بار، الاكس بار هو معطيني محور واي هون، فالاكس بار راح تكون يا هاي الجهه يا هاي الجهه، ما بعرف وينها، فشو بعمل انا عادي، راح اقول له بسطع مقام نفس الاشي، راح يكون هنا المساحة 0.5 × 3 × 3. طيب ايش المسافة؟ ثلث عن القائمة، ثلث عن القائمة يعني 3 على 1 ويساوي 1، 3 على 3 ويساوي 1، زائد المستطيل هذا على تقسيمة الأولى، أنا بشتغل ما بحب السوالب، تكون عبارة عن 2 × 3، 2 × 3 في كم؟ كم سنتره هذا المستطيل؟ السنتر 2، بشتغل انا اكس بار، اكس بار باخذ من السناتر الافقيه 2، فكم سنتره؟ 1، زائد الشكل الاخير كم مساحته؟ 1 × 1، وكم سنتره؟ راح تقول لي سنتره هاي كامله 1، فمستطيل سنتره نص، فباخذ هاي المسافه بتكون 2.5 تمام. عرفتوا ليش شو باخذ العدد الثالث؟ باخذه من السنتر للمحور اللي بدي احسب له الاكس بار، وتحت المساحات فبطلع معي نفس الجواب. طيب بطلب من المومنت اوف انرشيا، المومنت اوف انرشيا انا خليني اغش الجواب انه واي بار تساوي 1.22 واكس بار تساوي سالب 0.34، سالب يعني هون السنتر، هو البوينت 1.22 يعني هون. طيب المومنت اوف انرشيا، المومنت اوف انرشيا اللي هي اي اكس، بدنا ناخذ الاي اكس، يعني انا بدي يعني المومنت بلف حول اكس، يعني بدي اكعب الاضلاع الواي تمام، بدي اكعب اضلاع الواي، فبدي اقول له المومنت اوف انرشيا، باخذ نفس الشيء لكل شكل، بحكي للشكل المثلث هي عباره عن بي اتش تكعيب على 36، 3 ضرب 3 تكعيب على 36، زائد دي تربيع، كم المساحة؟ 0.5 × 3 × 3، هاي الـ A. طب شو الدي؟ الدي هي عبارة عن سنتر الشكل، سنتر شكل المثلث، كم سنتره؟ سنتره راح تقول لي 1، سنتره كم؟ 1 صح؟ وأنا بحسب لوين؟ على الواي بار، إيه لا سنتره 1، سنتره 1 صح؟ راح تقول لي المسافة بين سنتره وسنتر الشكل اللي بدي أحسب عليه، أنا وين بدي أحسب الإنيرشيا؟ أنت قلت لي أحسب على الآي إكس، وين الإكس؟ هيو، فبدي أخذ المسافة بين السنترويد ومحور إكس، كم المسافة بين السنترويد وإكس؟ 1، يعني 1 تربيع. طيب، شغلة ثانية، لو طلب مني أحسب حول الإكس سنترويدال، تمام؟ يعني فرضنا هذا إكس سنترويدال بيكون زي هيك، بتكون هاي إكس بار بسموها. فبتكون هاي المسافة عبارة عن 1.22، فهو حكى لي احسب حول X centroidal. طيب فهاي I X bar هاي نفسها 3 × 3 تكعيب على 36، زائد هاي نفس ليش 3 × 3 = 2.5 / 4.5. الدي تربيع، كم التربيع؟ التربيع بتكون المسافة بين سنتر المثلث، المثلث هذا المثلث صح، سنتر وين؟ سنتر واحد تقول لي مسافته 1. طيب وسنتر الشكل اللي بدي احسب عليه، او الشكل اللي بدي احسب عليه، وين المحور اللي احسب عليه؟ راح تقول لي هذا المحور، هذا المحور صح، فبدي اخذ المسافه بين هاي وهاي بس، فهاي المسافه كم؟ 1.22 ناقص 1 وتطلع معي 0.22 تربيع. مره اخيره ما راح ارجع اكررها،
بحسب انا السنترويد على الطريقه اللي انا قلت لكم اياها، بس طبعا كان شرحت انا بالمستطيلات بالبارت 1 المومنت اوف انيرشيا سواء مثلث او مستطيل او دائره، الحد الاول ثابت بظل الحد الثاني، الحد الثاني بيكون المسافه بين سنتر الشكل، يعني انا هل اي اكس لمين للمثلث، انا هسه برضه بدي اكمل للشكل كامل بدي اخذ المستطيل هذا وباخذ المستطيل هذا، يعني مثل ما قسمت البسط على مقام لثلاث اشكال بالانيرشيا بدي اقسمها ثلاث اشكال نفس الثلاث اشكال اللي قسمتهم. ثاني شيء طلب مني احسب حول محور معين، يعني حول محور اكس باخذ المسافه بين سنتر كل شكل ومحور اكس، اما حكى لي احسب حول الاكس سنترويدال يعني اكس بار باخذ المسافه بين سنتر الشكل وسنتر الشكل الكومبوزيت كامل او يعني مسافه الاكس بار. طيب تمام، هذا مثال على المستطيل والمثلث. نروح على مثال للدوائر. نيجي على مثال دائما بكون بالمشروع. طيب نيجي على هذا، لا هذا زنخ شوي زنخ، يعني مش اني ما بعرف اشرحه لا. طيب خلينا نشوف هذا ونرجع لهذاك ابشروا يعني. طيب كم سجلنا احنا 25؟ يلا كويس وقت قليل. طبعا انا هنا هذا الشابتر شابتر 9 سنترويد، بس انا دمجت معاه الانيرشيا مشان انه نفهم ندمج الشابترين سوا. طيب هذا الشكل حكى لي في عندي اوجد اكس بار واي بار، يعني اوجد السنترويد، يعني انا بفرض السنترويد هون فهي هي واي بار وهي هي اكس بار، تمام؟ فانا بدي اوجد هون. طيب حكى لي اوجد اكس بار واي بار للسنترويد. هنا شوف في عندي اشكال، لاحظ انه عندي مثلث مفرغ زي هيك، لاحظ عندي ربع دائره، هاي ربع دائره مش نصف، ربع. طيب انا هذا الشكل لو بدي اجي اقسمه قلت لكم انا ما بحب المفرغ الا اذا اضطريت عليه، يعني انا لو بدي اجي امد خط زي هيك تمام وجيت مديت خط زي هيك، لاحظ انه قلب عندي مستطيل كويس ومثلث ومستطيل، بتطلع عندي هون شكل صغير، هذا الشكل ما بعرف الانيرشيا له، فانا بدي اضطر اني ما احسب على هذا، لا احسب انه خلص عندي مستطيل كامل، احسب انه عندي مستطيل كامل وهي الاسهل، يعني انت قسم ولكن بطرح منه مثلث بطرح منه ربع دائره تمام. طيب للمستطيل كامل، المستطيل كامل بدي احسب انا على الواي بار، انا بحب احسب واي بار ما بحبش الاكس بار صراحه. واي بار الواي بار شو بدي احسب انا؟ المستطيل كامل كم ابعاده؟ 1.5 و1.5 يعني كم؟ 3. فابعاده هي عباره عن 3 وكم المسافه هاي؟ 1.5، هاي نصف القطر 1.5 معناته هاي 1.5، ف 1.5 و1.5 كم؟ برضه 3. في كم السنتر على الواي؟ بشتغل واي بار فباخذ واي، كم سنتر؟ المستطيل كان ارتفاعه 3 فنصه كم؟ 1.5. بعدين ناقص، ليش ناقص؟ لانه انا هاي ربع دائره، ربع دائره كم مساحتها؟ راح تقول لي باي على 4 في 1.5 تربيع. طيب شو السنترويد الها؟ السنترويد وين انا بشتغل؟ انا واي بار، واي بار باخذ يعني المسافه، واي بار يعني انا باخذ المسافه عن الارض، باخذ المسافه عن الارض، هاي هي واي بار تمام. فانا بدي اخذ المسافه هاي، قلنا الربع دائره كم المسافه الها، كم سنترويدها؟ الربع دائرة بكون 4 R على 3 باي، 4 R كم R؟ 1.5 على 3 باي. طيب بعدين في ناقص تمام، ناقص المثلث، المثلث هي مثلث أبعاد 1.5 ب1.5، فبتكون 1.5 ب1.5 في نص، 1.5 ضرب 1.5 ضرب نص اللي هي المساحة، هي عبارة عن 1.25 1.125. طب كم السنترويد إله؟ راح تقول السنترويد هاي الزاوية القائمة، هتقول لي هو عبارة عن H على 3 من هون صح؟ يعني 1 على 3 من هون، هو 1.5، 1.5 على 3 كم؟ نص. بس أنا كم بدي أخذ السنترويد؟ بأخذ أنا عن الأرض، فبدأ تكون المسافة هذا كامل كم؟ 3، شيل منها نص كم؟ 2.5، وبخط بالمقام مساحات، هاي طلعت الواي بار. طيب الإكس بار، الإكس بار وين أنا محور واي عندي؟ هون. فأنا بأخذ للربع دائرة نفس الإشي 4 R على 3 باي، للمستطيل بأخذها 1.5، هذا سنتر المستطيل الكبير، والمثلث، المثلث اللي هو هذا، أنا هاي بتكون عندي 1.5 على 3 اللي هي نص، فباخذ نفس الشيء 3 ناقص 1.5 بيطلع معي 2.5، فبيطلع إذا بتلاحظوا إنه شكل متماثل، يعني سنترويد إكس نفسه سنترويد واي، تمام؟ تمام، نرجع لهذا. طيب السؤال اللي أنا بدي إياه مش موجود هون. مشكلة. هذا السؤال طبعا ملاحظ انه هاي الاشكال
هاي بتحولها 2D، يعني هذا الشكل بتخليه زي هيك، تمام. هاي 120، هاي 120، هاي 240، وهيك هذا الشكل، هيك هيك بتحله. طيب نيجي لهون، هذا الشكل بلاحظ انه عندي انا عبارة عن نصف دائرة من هون، وعندي ربع دائرة من هون، تمام، وعندي مستطيل كامل، وعندي مثلث. على فكرة بتشرحها هون، انا بس نصف الدائرة بدي اشرح نصف الدائرة. لاحظ انه انا هذا الشكل، هذا ربع دائرة، هذا نصف دائرة. فأنا هون نصف الدائرة بدي أخذ السنتر لهاي تكون 4R على 3Y، تمام. والسنتر على الإكس، يعني لما بدي أحسب إكس بار بدها تكون هي عبارة عن هاي كم قطرها، 1، فبتكون عبارة عن 1، نصف قطرها 1 فواحد. طيب هاي نصف الدائرة، بس لاحظ إنه هذول عندي أنا دائرتين، دائرة زي هيك، دائرة زي هيك. شو عمل فيهم؟ ما تعمل فيهم شو، هي مربع، هاي ربع دائرة، فهاي ربع دائرة كم؟ هاي ربع دائرة ناقص ربع دائرة من هون، تمام؟ فأنت بتأخذوا الكبيرة ناقص الصغيرة، فهذا الشكل مساحته، هذا الشكل مساحته عبارة عن ربع دائرة ناقص ربع دائرة صغيرة، تمام. والسنترويد له بتاخذ نفس السنترويد، يعني السنترويد هذا بيكون 4R على 3Y، والصغير 4R على 3Y. بس مش كثير زنخ شوي هو، بس مش هالصعوبة يعني. والمستطيل المثلث بتنتبهوا عليه، بتنتبهوا انه السنترويد بالنسبة للإكس بار بتكون السنترويد له هاي المسافة، يعني بتحكي 3 + 1 وهيك. هذا بالنسبة للسنترويد، ولو طلب انيرشي نفس المبدأ. نروح تشابتر 10 على السريع. تشابتر 10، لاحظ انه طلب من المومنت اوف انيرشيا حول اكس اكسس، حول اكس اكسس يعني هذا محور اكس، بتحسب الانيرشيا له. فاول خطوه بدي اوجد السنترويد، بلاحظ انه هذا السنترويد المستطيل كامل كم؟ 75. والدائره وين سنتر الدائره؟ قلنا سنترويد الدائره بكون على سنترويد الدائره، على سنتر الدائرة. سنتر الدائرة وين؟ برضو على مسافة 75. فإذا المستطيل والدائرة على نفس السنتر، معناته سنتر الشكل كامل 75، يعني الواي بار تساوي 75، تمام؟ واي بار تساوي 75. بدي أحسب المومنت أوف إنيرشيا، المومنت أوف إنيرشيا للمستطيل هو بده وين؟ حول إكس، أي إكس تساوي بي إتش تكعيب على 12، طلب حول إكس يعني بكعب الارتفاع، زائد أي دي تربيع. طيب نمشي، البي كم؟ 100. الاتش كم؟ 150. طيب الاي، الاي كم؟ 100 × 150. طيب الدي، الدي المسافه بين سنتر المستطيل ومحور اكس كم؟ 75 تربيع. لو حكى لي احسب هون، أقول لك لا، بتكون الـ D تساوي 0، تمام؟ لو حكى لي احسب هون تكون الـ D 75، حكى لي احسب على مسافة هون يعني على، فبقول لك الـ D بتكون عبارة عن 25، تمام؟ بالنسبة للهاي. وبالنسبة للدائرة باي على 4، R قوة 4، وما في إلها AD تربيع، تمام؟ ما إلها AD تربيع. إذا ما إلها AD تربيع إذا حسبت هون، أما إذا حسبت هون بكون إلها مسافة 75، تمام. يعني انت مشان تكون واضح وسهل وتفهم الاشي، شوفوا شو نعمل. شوفوا انا مشان اني افهم الاشي، هون مثلا حكالي احسب حول اكس اكسس، تمام، احسب حول اكس اكسس. فانا هذا اكس اكسس بحطه بلون زي هيك بالنسبة للمسافات اللي بدي اخذها. كمان بدي احسب المومنت اوف انيرشيا حول اكس اكسس، فبدي اخذ الارتفاعات، صح؟ طيب شو بقول لك انا؟ لون كل وحده لون، يعني سنترويد المثلث هذا كم؟ راح تقول لي سنترويد وهو ارتفاعه 9، صح؟ فهو بده يكون 9 على 3 من الزاويه القائمه. 9 على 3 كم؟ 3، يعني هاي المسافه
هاي السنترويد لها 3 ومن تحت 6 صح؟ فالسنترويد تبعها وين؟ هون صح؟ هذا السنترويد المثلث. طيب فأنا إيش بعمل؟ المسافة دي، المسافة دي بتكون وين؟ بتكون هاي هي المسافة، بتكون 6. يعني هاي 6 يعني A D تربيع، D بتكون 6 تربيع، تمام؟ والـ A اللي هي مساحة المثلث. طيب يعني بمسك أنا لكل شكل برسم، بحط السنترويد تبعه على شكل محور، بأخذ المسافة بين المحورين. طيب نيجي للثاني، الدائرة. الدائرة وين سنترها؟ قلنا الدائرة دائما سنترها على سنتر الدائرة، يعني هذا هون سنترها، فهي المسافة كم؟ هاي المسافة 3. معناته لما أخذ أنا باي على 4، R قوة 4 زائد AD تربيع، D بتكون 3 تربيع. طيب بالنسبة للمستطيل، هذا مستطيل، تمام؟ بالنسبة للمستطيل وين سنترويده؟ ارتفاعه 9، فوين سنترويده؟ على 4.5. فبقول لك هاي المسافة، هاي المسافة عبارة عن 4.5، فالدي تربيع 4.5 تربيع. طيب المثلث اللي ظل، هذا المثلث أنا كيف أخذت مثلث كبير، مستطيل كبير قصدي، فهذا المثلث، هذا المثلث كم سنترويده؟ هاي الزاوية القائمة، هاي الزاوية القائمة، فكم نصها، أي كم ثلثها؟ 1 من فوق، فبضل 2 من تحت، فهذا سنترويده هون على مسافة 2، فهذا محور X، فبتكون المسافة 6 زائد 2 8، فهذا 8، والدي تكون 8 تربيع. تمام. هذا لو طلب حول وين؟ حول X أو حول Y. حول Y بدك تشتغل على العكس، هذا سنترويده وين؟ هون. الدائرة وين سنترويدها؟ هون. المستطيل وين سنترويدها؟ برضو إذا 6 يكون سنترويده برضو هون، والمثلث هذا وين سنترويده؟ بيكون هون. تمام، سنترويده بيكون هون. فأنت بتأخذ وين؟ حول محور Y بده، صح؟ هاي محور Y، فالمسافات بتكون عندي هاي، بتكون مسافة هاي والمسافة هاي. طبعا هاي المسافة مرتين، مرة للمستطيل ومرة للدائرة. طبعا الدائرة نساش انها سالبة والمثلث الصغير سالب. هاي المسافات اللي باخذها اللي باللون الزهري. هذا لو طلب حول وين؟ حول واي. طيب نيجي على الأسئلة اللي طالب حول واي سنترويد مثلا. ما فيش ولا سؤال طالب حول سنترويد الاكسس. يعني هذا المثال قال لي احسب المومنت اوف انرشيا about y axis. about y axis يعني خلص هاي محور y، تمام؟ فباخذ المسافات ايش مثلا، هذا سنترويده كم؟ 300، ضلعه 300، فهو على 150، معناته هون ما في AD تربيع، تمام؟ وهذا ال 50 برضو ما في تربيع، يعني مومنت اوف انرشيا له لهذا الشكل عباره عن بس بي اتش تكعيب 12 زائد بي اتش تكعيب 12، بي تكعيب اتش 12، لانه احنا بنشتغل حول y فمكعب الهاي. فهون شو حكى لي؟ حكى لي إذا X أكسس هو هون الـ X سنترويد، فقال لي احسب حول الـ X بار، احسب حول الـ X بار. فإيش بعمل أنا؟ المومنت بلف حول X بار، يعني أنا بكعب الـ Y، بكعب الـ Y، فأنا بدي أخذ بي اتش تكعيب 12 زائد A T تربيع. شو الدي بتكون؟ هاي سنتر 50، هاي كم؟ هون صح؟ فبأخذ المسافة، بأخذ المسافة بين النص الـ 50 هاي وسنتر الشكل، تمام؟ سنتر الشكل كم هو عبارة عن طلعته بالفرع اللي قبله، فأنا بقول ارتفاع الشكل كامل ناقص السنترويد، ناقص السنترويد اللي من فوق بيعطيني المسافة السوداء. هذا هو هدفي من هذا الفيديو، نتعلم الدائرة. الدائرة إنه دائما باي على 4 في R قوة 4 الانيرشيا إلها، وننتبه إنه سنترويدها دائما بالسنترويد اللي بالنص. وشغلة ثانية، نصف دائرة بكون دائما المسافة لجهة التقعر بتكون باي على 4 R على 3 باي، وربع الدائرة بتكون على الجهتين على X وعلى Y بتكون 4 R على 3 باي، والإنيرشيا لهم نصف إنيرشيا الدائرة وربع إنيرشيا الدائرة. وتعلمنا شغلة ثانية، إنه إذا بدي أحسب حول X أو Y أو أحسب حول الإيش السنترويدل، أحسب يعني الدي بتكون المسافة بين سنتر الشكل والمحور اللي بدي أحسب عليه. بدي أحسب حول X بشتغل على X، بأخذ مسافة بين السنتر ومحور X. بدي أخذ محور Y بأخذ مسافة بين السنتر ومحور Y. بدي أحسب حول X بار بدي أخذ مسافة بين السنتر و X بار، وهيك لكل شكل. وهيك تقريبا تشابتر 19 انتهى، وطبعا مش داخل السكاشن الثانية. ويعطيكم ألف عافية. وهيك مادة الاستاتيك انشرحت إن شاء الله عن الصفر بأغلب سكاشنها للفصل الدراسي الأول 2020 21 طبعا، والفيديوهات تقريبا شاملة لأغلب
الجامعات يعني أي حدا بطلب فيديوهات استاتيك تعطوهم قائمة الاستاتيك هاي. أنا راح أعمل هس قائمة اسمها استاتيك فيها المادة كاملة بارت 1 بارت 2 وهكذا. يعني راح أشرح مادة كاملة راح تكون ببلاي ليست قائمة تشغيل صالحة لكل الجامعات. ممكن يكون في نقص بعض المواضيع ممكن يكون زيادة بعض المواضيع بس كويسات. ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نكون ما قصرنا مع هذا.